اليوم نعيش هذه اللحظة الجميلة، نعيش أحسن وأفضل وأروع صبحية ليست كالصبحيات، رفقة تلاميذ و... من هذا المنبر كنحاول أنني نأكد على الدور الأساسي ديال المساعد الاجتماعي، وكذلك المهامات الأساسية اللي كيقوم بها دائما الدور المساعد الاجتماعي. ومن هذا المنبر كنحاول أننا دائما نساعدوا دائما المتدربين والمتدربات بالتأطير الخاص على المستوى ما هو ميداني، لأن دائما هناك مجموعة من الدروس وسلسلة من الدروس. نعطيكم تعريف بسيط عن هاي الشعبة. هاي الشعبة تقوم بكل ما هو اجتماعي، جميع القطاعات، في ما شاء الله العدل، في ما هو في الجمعيات، في الصحة، في كل شيء بصفة عامة. المهم قمنا بهذا النشاط اليوم، مساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة، كاختبار نحن كأننا قاعد استفدنا شيء من ذي القراية ولا بداية. وشكرا. احنا اليوم حضرنا هذه الفعالية لاختبار ذواتنا المقاربة التشاركية مع ذوي الاحتياجات الخاصة. كنا نعرفوا ذاتنا يعني في الميدان، واش حنا هذا الشيء اللي ندرسوه قادرين على القيام به. واليوم هذه الفعالية هي كامتحان أو اختبار لذواتنا، ونعرفوا ريوسنا احنا كمتدربين إلى أي حد يعني هذا الشيء اللي ندرسوا نقدر نقوموا به في الواقع المعاش. احنا قمنا بهذا النشاط باش مع الاطفال في وضعيات اعاقه، باش نشوف واش حنا قادرين نتحملوا هذه المسؤوليه ولا لا، واش هذا الشيء اللي كنقراو هذه المده هذه واش قادرين نوظفوه في هذا اللقاء هذا مع هذه الاشخاص. ونتمنوا يكون خير ان شاء الله. نشكر المتدربين شعبه المساعد الاجتماعي على هذه المبادره الجميله والجيده، اللي هي صراحه في مرقوا الأطفال من جو الدراسة إلى جو الأنشطة والترفيه والرسم، ونشكرهم جزير الشكر ونقدموا لهم الاحترام. وكما نشكروا الإخوة اللي معانا في الجمعية، ونشكروا مديرة على جميع المجهودات اللي كيبذلوا من أجل التلاميذ ومن أجل هذو تلك ذوي الاحتياجات الخاصة. Yeah.